إننا نعتز اليوم كذلك بما تمثله حملة القافلة الوردية من تجسيد طيب لأسمى معاني العمل التطوعي والعمل من أجل خدمة الإنسان وما تؤكده من ارتباط الجميع في كافة ربوع الدولة في هذا المسعى الوطني الهام. وهذا كله أيها الأخوة والأخوات هو تجسيد طيب للمبادئ والقيم التي وجه إليها القائد والرائد والإنسان المقبول الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تراه.